أطاحت شكاية موجهة من مستثمر بالقطاع الفندقي بمراكش أمس الخميس 12 دجنبر 2019 برئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش أسفي. ونقلت مصادر إعلامية أن اعتقال المسؤول بولاية مراكش تم من داخل مكتبه بأمر من النيابة العامة. وأفاد موقع كشك 24 المحلي أنه تم ضبط المسؤول الولائي متلبسا من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وهو يتسلم رشوة تقدر 120 ألف درهم. وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه تمت إحالته بتعليمات من النيابة العامة على مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إخضاعه لتحقيق معمق حول المنسوب إليه قبل عرضه على الوكيل العام الذي من المنتظر أن يحيله بدوره على قادة التحقيق بجنايات مراكش. وقد جاء التحرك الأمني لاعتقال الموظف المذكور بعدما تلقت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش شكاية تفيد بإقدام الموظف المذكور على ابتزاز المستثمر مقابل تراخيص معينة قبل أن يتم ضبطه متلبسا بتسلم المبلغ الذي طالب به مقابل الخدمة المقدمة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.